بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، يبتلي عباده بالشر والخير فتنة، ليظهر المؤمن الصابر الشاكر من المنافق والكافر الخاسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والباطن والظاهر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات البواهر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والمفاخر، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحذروا المعاصي، فإن عقوبتها أليمة وعاقبتها وخيمة. كم دمرت من ديار، وكم أهلكت من حروث وأشجار، وكم غورت من مياه وآبار، وكم أتلفت من مزارع وثمار. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أخرج الله آدم عليه السلام من الجنة بسبب ذنب واحد، لما أكل من الشجرة التي نهاه الله من الأكل منها. أخرجه الله من دار النعيم والسرور إلى دار الشقاء والتعب والهموم. أهلك الله سبحانه وتعالى القرون الأولى من قوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى إذا غير العباد غير عليهم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهذه سنة الله جل وعلا الأولين والآخرين، أن من خالف أمره وارتكب نهيه فإن الله جل وعلا يعاقبه العقوبة الأليمة. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الأمم بعد الأنبياء، لما حصلت منهم بعض المخالفات عاقبهم الله عز وجل بها. ففي وقعة أحد عاقبهم الله وسلط عليهم عدوهم بسبب ذنب ارتكبه بعضهم، حيث خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعهم الذي أقامهم فيه، وقال لهم: لا تتركوا هذا المكان،
فلما تركوه حلت للصحابة النكبة في وقعة أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ناله منها، فهشم المغفر على رأسه وغاصت منه حلقتان في جسمه عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته، وقتل من المسلمين، استشهد من المسلمين 70، وجرح منهم الكثير بسبب معصية وقعت من بعضهم. وفي غزوة حنين أصيب المسلمون بسبب كلمة قالها بعضهم، قالوا لم نغلب اليوم من قلة، قال الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب ولا يحابي أحدا، بل يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. واليوم غزاكم عدوكم بقوته الهائلة وجنوده الكثيرة، ونزل في أرضكم يهدد ويتوعد ليغير دينكم ويغير الحكم في بلادكم إن تمكن من ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتد، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا دأب الكفار دائما وأبدا، لا سيما اليهود والنصارى، فإنهم لا تقر أعينهم ولا يطمئنون وهم يرون الإسلام على وجه الأرض حتى يقضوا عليه وعلى أهله إن استطاعوا. ولهم محاولات منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. ولكن لننظر في واقعنا وكيف أن هذا العدو تظاهر علينا بقوته وعتاده وبأسه، ما السبب في ذلك؟ السبب هو من قبل أنفسنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد سلط الله المجوس عبدة النيران على بني إسرائيل ذرية الأنبياء وأهل الكتاب لما عصوا ربهم عز وجل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ها هم الكفار اليوم يغزون المسلمين في بلادهم ويهددونهم في أمنهم ويريدون أن يغيروا نظامهم وأن يبدلوا دين الله الذي أرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والسبب في ذلك أن واقع المسلمين اليوم واقع مرير ومزري، والذي سبب لهم هذه النكبات. فكثير من بلاد المسلمين يعبدون القبور والأضرحة من دون الله عز وجل، ولا ينكر عليهم الصالحون والعلماء، بل مظاهر الشرك بادية في كثير من بلاد المسلمين، وتحكيم القوانين ونبذ الشريعة هذا هو حكمهم الذي يسيرون عليه. القوميات والعنصريات والحزبيات سائدة فيما بينهم، وأما الإسلام فلا يذكرونه إلا قليلا، ولا يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه. وفي بلادنا كما ترون من المنكرات الفظيعة التي تعج في مجتمعنا، أولا الصلاة وحالتنا معها، منا من لا يصلي أبدا، ترك الصلاة متعمدا جهارا نهارا ويعيش بيننا ونؤويه في بيوتنا ونزوجه من نسائنا ولا كأنه فعل شيء ونعتبره منا. ومن الناس من لا يصلي الصلاة في وقتها، من الناس من يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، ومن الناس من لا يصلي في الوقت وإنما يصلي على حسب هواه، إذا قام من النوم يسهر الليل كله على الفضائيات وعلى الشبكات العنكبوتية وعلى ما ينشر ويذاع ويبث من الأفكار الخبيثة والعري وارتكاب الفواحش يشاهدها ويترقب وقت بثها ثم ينام ولا يقوم إلا بعد خروج وقت صلاة الفجر، فيصلي في الضحى أو عند الظهر أو يستمر في النوم ولا يصلي الصلوات إلا إذا قام. قد لا يصلي لا الفجر ولا الظهر ولا المغرب ولا العشاء فلينام، فإذا قام لموعد الفضائيات ربما يصلي صلاة لا تنفع ولا تفيد، لأنها ليست الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. كثير من الناس لا يصلي مع الجماعة ويقول الجماعة سنة، يقول الجماعة سنة ليست واجبة. كيف تكون سنة وقد أمر الله جل وعلا ببناء المساجد لها وأمر بالنداء لها وأمر سبحانه وتعالى بتفقد المتخلفين عنها ومعاقبتهم، كيف تكون سنة؟ بل هي فريضة واجبة. وإلا لماذا بنيت المساجد؟ لماذا يؤذن المؤذنون؟ لماذا يرتب الأئمة في المساجد؟ لماذا هذه الإجراءات العظيمة؟ من أجل سنة؟ من يقول هذا؟
المسلمون كانوا يصلون في المساجد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يتخلف عنها إلا كما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتابع يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هذا من أجل سنة؟ يا لله العجب. ولكنها الأهواء والرغبات النفسية، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الربا، ما أدراك ما الربا الذي حرمه الله وتوعد عليه بأشد الوعيد؟ اليوم يستثمر في بلادنا، يستثمر في بلادنا في البنوك والشركات والمؤسسات والأفراد، تعاملون بالربا الصريح بيننا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اعلموا أنكم محاربون لله، وأن الله سيحاربكم، ولله جنود السماوات والأرض، سيسلط عليكم جنوده بالأسلحة الفتاكة، ويسلط عليكم الأمراض القاتلة والأوبئة المهلكة، ويسلط عليكم تلف الزروع والثمار، ويغور آباركم. حرب من الله جل وعلا على عباده. يسلط عليكم الملائكة، يسلط عليكم عدوكم، يسلط عليكم من لا تحتسبون. هذه عاقبة أكل الربا وعقوبته في الدنيا، وأما عقوبته في الآخرة فهي أشد: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العافية والسلامة. القمار والميسر يتعامل به كثير من الناس في المعاملات التي فيها مراهنات وفيها مخاطرات وفيها غرر وجهالة وفيها شرور، يغامر لعله ينجح مرة فيأخذ الملايين والمليارات، أو يخسر مرة فيهبط إلى أسفل سافلين بالقمار وأندية القمار وشاشات القمار. يتعامل بالقمار والميسر. هذه غالب المعاملات أنها على وفق ما حرم الله ورسوله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وكذلك الغش والخيانة والرشوة وغير ذلك من أنواع المعاملات المحرمة، كلها موجودة. والعجيب أن كثيراً من التجار ومن الباعة تركوا المعاملات الشرعية أو كثيراً منها، واستوردوا معاملات من الكفار وأنظمة اقتصادية من الكفار لا تعتبر الشرع ولا تعتبر الحرام والحلال، معاملات كافرة يستوردونها ويتعاملون بها. هذا واقع الاقتصاد الإسلامي اليوم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تتعامل به دول، وتتعامل به مؤسسات وشركات، ويتعامل به أفراد، إلا من رحم الله عز وجل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضيع في بلاد المسلمين، وفي هذه البلاد له جانب ضعيف، له جانب ضعيف. القائمون به محتقرون بين المجتمع، وأعداؤهم كثير، و
ومن يتربص بهم الدوائر كثير، وأهل الخير متكاسلون عن مساعدتهم وإعانتهم والتعاون معهم، حتى فشت المنكرات في البلاد. النساء، وما أدراك ما النساء؟ فتنة بني إسرائيل، قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت للنساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت من فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. النساء ضيعت الآن إلا من رحم الله عز وجل، فإن الرجال ضيعوا مسؤوليتهم الذين جعلهم الله قوامين على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، تركوا لهن الحبل على الغارب، يتسابقن في الزينة والملابس الخليعة كاسيات عاريات. والله إن كثيرا من نساء المسلمين يلبسن ملابس فاضحة لا يلبسها نساء الكفار على كفرهم، في المحافل، في المحافل التي تقام بمناسبات الزواج، في الفنادق أو في الاستراحات، وما أدراك من الاستراحات، وفي الأسواق التجارية تجد النساء مضيعات سائبات يتزين بما يملي عليهن شياطين الإنس والجن، ولا أحد يغار ولا أحد ينكر، ويتابعهن أهل الفسق يتابعونهن في مشيهن وفي أينما كن ويفتخرن بذلك. تفتخر الواحدة أن الأشرار ينظرون إليها ويعشقونها وتفتخر بذلك. أين وليها؟ أين قيمها؟ أين المسلمون؟ أين الغيرة لله عز وجل؟ فكيف تستغربون إذا جاء العدو وأحاط بكم الآن يهددكم بأسلحته الفتاكة التي ليس لكم بها طاقة ولا مقابلة إن لم ترجعوا إلى الله عز وجل وتتوبوا إليه توبة صحيحة، فإن الخطر عظيم. الله جل وعلا يقول: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وإخوانه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن الله يبتلي عباده، فإن تنبهوا ورجعوا إلى الله عز وجل وتابوا من ذنوبهم فإن الله جل وعلا يتوب عليهم ويرفع ما بهم. وأما إن زاد شرهم وطغيانهم فإن الله سبحانه وتعالى يأخذهم بعقوبة مستأصلة،
فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، ودين الله باقي، لكن الناس إذا غيروا غيرهم الله وجاء بقوم آخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالدين منصور وباقي بحفظ الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس إذا غيروا غيرهم الله بغيرهم، فعلينا أن نخاف من ذلك، أن الله يرفع هذا الدين من أيدينا ويعطيه لغيرنا ويحل بنا الدمار والهلاك. فلنتق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فعلينا أن نتنبه لأنفسنا وأن نصلح أعمالنا ونصلح واقعنا. أنت لست مكلفا أن تغير المجتمع كله، ولكن عليك أن تغير ما في نفسك أولا، ثم تغير ما في بيتك، تغير ما في بيتك وما تحت يدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عليك أن تغير ما في نفسك وتغير ما في بيتك من المنكرات والمخالفات، والآخر كذلك والآخر كذلك، حتى يصلح المجتمع. أما إذا ألقيت باللائمة على غيرك ونسيت نفسك ونسيت بيتك ونسيت أولادك، وأصبحت تنظر إلى عيوب الآخرين وتغمض عينك عن عيوبك، فهنا مكمن الخطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين، اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين، اللهم ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، واكف المسلمين قتالهم، إنك قوي عزيز. اللهم أنزل بهم ما أنزلت على أصحاب الفيل، اللهم أنزل بهم العقوبات المتتابعة، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم، وأضعف قوتهم، وشتت شملهم، واجعل تدميرهم في تدميرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احمي بلادك وعبادك، اللهم احمي دينك وملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من كيد الكافرين وعدوان المعتدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم جاءوا مغترين بقوتهم، مغترين بجيوشهم، يريدون تغيير دينك، يريدون احتلال بلادك، يريدون تغيير شرعك. اللهم نكل بهم تنكيلا، اللهم أنزل بهم العقوبة العاجلة المستأصلة التي لا تبقي منهم أحدا. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين،
اللهم كما دمرت غيرهم ممن هو أشد منهم قوة وأنت على كل شيء قدير، فدمر هؤلاء الكفرة المعتدين الظالمين المغترين بقوتهم الذين جاءوا يريدون أن يبدلوا دينك ويغيروا شرعك ويحتلوا بلادك وحرمك الشريف. اللهم أرجعهم خائبين على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح فساد المسلمين، اللهم أصلح بلاد المسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من كل كافر ومشرك ومنافق، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.